لاعب فريق الوداد البيضاوي، عصام الراقي لاعب الرجاء، وليد أزارو لاعب فريق الدفاع الحسني الجديد. ونشاهد بالصور لقطات ولحظات تألق اللاعبين الثلاثة رفقة فرقهم خلال هذا الموسم. عصام الراقي لاعب الرجاء، وليد أزارو لاعب فريق الدفاع الحسني الجديد، ومحمد أناجم لاعب الوداد. إذن الأسماء الثلاثة مراد قدمت موسما أكثر من رائع رفقة فرقها، بالإضافة إلى مجموعة من الأسماء قبل أن ينحصر الصراع النهائي بين بين هؤلاء الثلاثة. وغادي نشوفوا دابا من اللاعب الأفضل. أحسن لاعب ببطولة اتصالات المغرب القسم الأول محمد أناجم. محمد أناجم نجم الوداد يفوز إذن بجائزة أفضل لاعب للموسم 2016-2017. هنيئا لأناجم. هنيئا أيضا للاعبين الذين كانوا من بين المرشحين. هنيئا للراقي، هنيئا لوليد أزارو، هنيئا لكل الأسماء التي تألقت خلال هذا الموسم ضمن البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب. بقت